الحياة. نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظم يوما تكوينيا لفائدة أعوان الصحة حول عمليات الفرز الانتقائي للنفايات الصحية. والحركة السنوية للقضاة واستقلال الوظيفة القضائية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وفي تفاصيل، وفي إطار مزيد أحكام التصرف في النفايات الطبية الخطيرة بالمؤسسات الصحية، نظمت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الثلاثاء يوما تكوينيا لفائدة أعوان الصحة بالقطاعين العمومي والخاص تحت شعار معا لتغيير عاداتنا وسلوكياتنا. وخصص اليوم التكويني لعمليات الفرز الانتقائي للنفايات الصحية وتفعيل دور وحدات التصرف في النفايات العلاجية بالمؤسسات الصحية والاستشفائية. تم اليوم تركيز نادي سفراء الموجات الإيجابية بالمدرسة العددية النموذجية جعفر ماجد بالقيروان، ويهدف هذا النادي إلى الإحاطة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وجاءت هذه البادرة من قبل المندوب الجهوي للتربية علي المسعدي والأخصائية النفسية سونيا جبالي. مزيد من التفاصيل في تصريح رئيس مكتب الأنشطة الثقافية بدينون الخدمات المدرسية محمد وليد العيادي لمفد الأخبار زبير العياري. يوم الانطلاقة الفعلية لنادي سفراء الموجات الإيجابية، النادي هذا كان فكرة عن الأستاذة الفاضلة مدام سونيا جبالي. سونيا جبالي حبت تخدم مع تلامذة المقيمين وغير المقيمين، لكن بصفة خاصة حبت تخدم مع تلامذة المقيمين باعتبار أنه التلميذ المقيم يعيش وضعية خصوصية نوعا ما، أنه بعيد على عائلته وبعيد على داره، دونك احتياجاته ما هيش تري بروش ليه، وما ينجمش يمد يد ويلقاه. أهم احتياج هو الإصغاء والإنصات للتلميذ هذا والمشاغله. مشكورة الزميلة والأخت الفاضلة مدام سونيا، لقات لنا الفكرة هذه، الفكرة النموذجية في المؤسسة النموذجية. إن شاء الله بعد الانطلاقة هذه نشوفوا حاجات بها، حاجات مزيانة للأمانة، والبرنامج واعد جدا في انتظار تفاعل كافة الأطراف باش نجموا ننجحوا المشروع هذا. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشوة، وتناول اللقاء جملة من المواضيع من بينها خاصة الحركة السنوية للقضاة، حيث أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحديد المقاييس الموضوعية تنسحب على الجميع، وشدد أيضا على ضرورة استقلال الوظيفة القضائية لأن القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا إلا بقضاة مستقلين. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم القضاة، معربا عن تقديره للعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لفرض احترام هذا الواجب. وأثار قيس سعيد كذلك مسألة الزمن القضائي، وأشار إلى أنه من غير المقبولة أن يبقى أحد في غياهيب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته، فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيحكم بها عليها، هذا إن تم الحكم بالإدانة. كما أوضح رئيس الدولة أنه من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج إطار المسائلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات، فالعدل واحد والقانون واحد. في موضوع آخر، طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية بإقرار زيادة عاجلة في سعر قبول الحليب عند الفلاح لا تقل عن 800 مليم في اللتر الواحد، مع تدخل الدولة لدعم المواد العلفية التي شهدت ارتفاعا قياسيا في أسعارها. ونبه الاتحاد في بيان له الثلاثاء إلى ما وصفها بالوضعية الخطيرة التي بلغتها منظومة تربية الماشية والألبان نتيجة تواصل وتصاعد نزيف الخسائر في صف المربين بصفة يومية، مؤكدا اضطرار العديد منهم إلى التوقف عن النشاط والتفريط في قطيعهم الذي يمثل ثروة وطنية لابد من حمايتها والمحافظة عليها. كما أشار اتحاد الفلاحة إلى النقص الفادح في كميات الأعلاف المدعمة والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات 40% من حاجيات الجهات، وأكد أن نقص الأعلاف يمثل خطرا إضافيا على منظومة تربية الماشية التي تستوعب 80% من صغار الفلاحين الذين يعتمدون بصفة تكاد تكون كلية على الأعلاف المدعمة. ودعا ديوان الحبوب باعتباره المسؤول على توفير هذه النوعية من الأعلاف إلى مراجعة سياسته وتحمل مسؤولية في تأمين ما تحتاجه الجهات من هذه المواد.
أفاد مصدر ماذون برئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه خلافا لما تم تداوله بعض وسائل الإعلام، فإن رئيس الجمهورية لم يوقع على أي وثيقة تتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولية، وذلك بمناسبة مشاركة الوفد التونسي في الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس. وكان وزير التجارة الأسبق محسن أحسن قال اليوم في مداخلة في إحدى الإذاعات الخاصة أن الوفد التونسي الذي شارك في منتدى دافوس مؤخرا حمل معه ملفا كاملا إلى صندوق النقد الدولي بما فيها رسالة النوايا التي طلب الصندوق إمضاؤها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي. في أخبار العالم، لقي 126 شخصا مصرعهم ودمر أكثر من 50 منزلا بصورة كلية أو جزئية نتيجة موجة برد قارس تضرب مناطق متفرقة وواسعة في أفغانستان، وانخفضت فيها الحرارة إلى أقل من 30 درجة تحت الصفر في أبرد شتاء تعيشه البلاد منذ أكثر من 10 سنوات حسب الحكومة الأفغانية. وقال تقارير أممية أن أكثر من 28 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، حيث تعد أفغانستان واحدة من أكثر بلدان العالم تراجعا في مؤشرات الأوضاع الإنسانية والمعيشية. وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية شفيع الله الرحيمي أن أكثر من 50 منزلا دمروا بصورة كلية أو جزئية، كما نفق 75 ألف حيوان، وأضاف أن تفشي مرض تنفسي أودى بحياة 21 شخصا في منطقة باميرة بولاية بدخشان، كما وردت تقارير حول موت أسرى جراء استنشاق أبخرة غازية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظم يوما تكوينيا لفائدة أعوان الصحة حول عمليات الفرز الانتقائي للنفايات الصحية. والحركة السنوية القضاة واستقلال الوظيفة القضائية أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.